11 جوج دقائق على ميد راديو الاذاعه القريبه منكم. غادي نمشي مباشره عند سناء مضلان وغادي نواصلوا اخر يوم في الاسبوع المخصص للحلويات والشيوات اللي كتقدم لنا. ومعنا سناء مباشره. اهلا بك سناء. صباح الخير اخت سناء. صباح النور، لاباس عليك؟ الحمد لله. كيفاش دايره؟ الحمد لله بارك الله فيك. عندي واحد الشكر كبير لحجوبة ام ياسين وحافظه منك ناس على الاتصال ديالها وكل المستمعات اللي كيتصلوا بيا وكيتصلوا معايا وكيشجعوني، كنشكرهم بزاف. بارك الله فيك، شكرا. نبدا ان شاء الله. باش غنبدا؟ غادي نعطي الدجاج محمر في الفرن. اييه. غنعطي قياس ديال 4 دجاجات. بالنسبه للمقادير والطريقه في نفس الوقت. عندنا 4 دجاجات. معلقه كبيره ديال عطريه ديال الحوت. معلقه كبيره ديال عطريه الدجاج وجوج ضامات ديال الكنور ومعلقه كبيره ديال الهريسه ومعلقه كبيره مطرد وقبطه ديال المعدنوس. وعندنا نصف كاس ديال الماء، واحد ضامه الزعفران، واحد راس ديال الثومه ونص لتر ديال الماء فاش كيطيب الدجاج. واخا سمحتي، الا سمحتي الله يخليك، نعاودوا هاد المقادير. اييه. عندنا 4 دجاجات. اييه. معلقه كبيره ديال العطريه ديال الحوت. ومعلقه كبيره ديال عطريه الدجاج وجوج كنور. جوج ضامات البنه واخا بلا ما نذكروا. اييه. ومعلقه ديال الهريسه. ومعلقه ديال المطرد وقبطه ديال المعدنوس ونص كاس ديال الماء واحد ضامه ديال الزعفران وراس ديال الثومه ونسليطو ديال الما فاش يطيب لينا الدجاج يعني المرق. بالنسبة للطريقة كنشرملو الدجاج وكنديرو في بلاطة ديالنا اللي غادي ندخلوها للفرن. وكنا مرة يعني كنشعلو عليه وكنا مرة كنبقاو نسقيوه بهاديك المرقة وكندورو حتى كيتحمر وكيطيب لينا. يعني هادو مقادير ديال 4 دجاجات، يعني كنا مرة حنا كندورو في الدجاج ديالنا وكنبقاو نسقيوه بهاديك المرقة. باش ما ينشفش. باش ما ينشفش. بالنسبة غادي نعطي 6 طبقات. بالنسبة للمقادير. لا سمحتي قلتي لنا راس ديال الثومة يعني كركوبة كاملة؟ لا غير دريس. دريس ديال الثومة. هكذاك واخا. غير دريس الثومة. واخا. بالنسبة ل 6 طبقات. بالنسبة للكسكسو عندنا كيلو ديال الكسكسو رقيق. زائد واحد الحليب مركز المحلى. ربع ديال الكوكم طحون. عندنا الزبدة. قبصة الملح، الملح باش غادي السيدة تعرفين شحال كيديرو، وعندنا سكر كلاصي. بالنسبة لطريقة التحضير ديال الكسكسو، تنغسلو الكسكسو ديالنا مزيان، وكنصفيوه، وكنفوروه 3 د المرات، الفوارة لخرى كنزيدو عليه الكوكم طحون، وملي كيتفور، تنحلوه بالزبدة، وكنزيدو عليه حليب مركز المحلى، يعني القياس ديالهم، يعني ماشي كلو. وسكر كلاصي وكنحطوه على جنب. بالنسبه للحشوه الاولى غادي نحتاجو دجاجه ديال 2 كيلو، 2 كيلو ديال البصله، واحد ضامه ديال الدجاج، وزعفران حر، سكنجبير، قرفه، ملح، نص كاس ديال الزيت، و 150 غرام ديال سنيده الكسال. بالنسبه للطريقه تنقطعو البصلة كنشنفوها وتنقطعو الدجاج ديالنا وكنديرو الكل في كوكوط. تنزيدو عليه التوابل كلها إلا الزعفران الحر، كنخليه هو الأخير يعني تا كنعسلو يعني الزعفران هو الأخر، وكنسدو عليه الكوكوط ربع ساعة بدون ماء يعني ولكن نردو البال. أييه. ملي يطيب لينا الدجاج كنزولوه وكنزيدو سنيدة على البصلة باش كتعسل لينا. حتى كتعسل لينا عاد كنزيدو الزعفران. كنسرطو الدجاج ديالنا وكنخلطو مع البصله اللي عسلنا. وكنحطو على جنب. بالنسبه للحشوه الثانيه عندنا كيلو ديال اللحم بكري، وعندنا بسيبيسه، عندنا شويه ديال المسكه حره، عندنا شويه ديال الزعفران حر، عندنا القرفه، عندنا جوج معالق ديال العسل، وعندنا نص كاس ديال عصير ليمون، عندنا سكنجبير، وعندنا جوج ضروف ديال التومه. بالنسبه للطريقه كنشرملو اللحم بالعطريه كلها وكنديروهم في كوكوط وكنزيدو عليه ربع كاس ديال الماء وكنزيدو ضامة الزعفران
وكنسدو عليه حتى كيطيب لنا اللحم. ملي كيطيب كنزيدو عليه عصير ديال الليمون والعسل ونخليو على نار مهيله حتى كينشف. ايه ليك مفهومه؟ ايه مفهوم. بالنسبه للحشوه الثالثه، حيت عندنا كل طبقه فيها حشوه، كنديرو اللوز مقلي ومهرمش او كنديرو النوكاتين، يعني كيبقى لنا اختيار. عندنا لوز بغينا غير نقليه ونهرمشه وكنديرو، بغينا نصيبو النوكاتين كنديروها. اييه بحال اللي عطيتينا في الحلويات، هي الطريقه المعروفه نفس الطريقه ديالها. واخا، يعني هاد الصفه كيكون فيها الدجاج ويكون فيها اللحم ويكون فيها هاد اللوز اولا النوكاتين ياك. بالنسبه للتزيين كنحتاجو بيستاج محمر والبرق واللوز ايفيلي، يعني اما البيستاج اما اللوز ايفيلي، والبرقوق معسل ومشماش معسل والبيض مسلوق. نمشيو للمونتاج ديال هاد الصفه. كناخدو اطار دائري او على شكل ورده، يعني اختيار اي اطار عندنا. في طبق التقديم كنحطو الاطار الكبير، كندورو عليه المشمش، يعني كنحاولو ندورو المشمش كيكونو متباعدين ماشي مقربين، يعني وحده بعيده على الاخرى. وكنديرو الكسكسو ديالنا وكنحطو الحشوة ديال الدجاج وكنعاودو نديرو الكسكسو وكنبسطوها مزيان نقدوها مع الاطار. وكنديرو الاطار الثاني اللي كيكون صغر من الاولاني. كنديرو البرقوق في الجوانب، يعني كنبعدو حتى يعني بحال التزيين، يعني كنبعدوهم وكنعاودو نديرو الكسكسو وكنديرو الحشوة ديال اللحم وكنعاودو نديرو الكسكسو ديالنا. كنبسطوها مزيان وكناخدو الاطار الثالث اللي كنديرو بيض كندوروه وكنديرو الكسكسو وكنديرو الحشوة ديال النوكاتين اولا ديال اللوز وكنعاودو نسدو بالكسكسو وكنبسطوها مزيان. من الفوق بغينا نديرو الزبيب معسل نديروه، بغينا نديرو بيستاج محمر نديروه، بغينا نديرو اللوز ايفيلي كنديروه. الاطارات كنحيدو من الاول حتى الثاني حتى اي بهذاك اللي بدينا به في الاول هو اللي بدينا به الاطار الاول عاد الثاني عاد الثالث. اييه باش ما يتخسرش لنا المنظر. اييه باش غادي نعطي كيك، غادي نعطي كيكه باللوز ايفيلي. اييه تفضلي. في اناء نمشي يعني للطريقه والمقادير في نفس الوقت. في اناء كنطربو ربعات البيضات وكاس ونص ديال سميده، كنطربوهم مزيان وكنزيدو كاس ونص ديال الزيت مع التراب وكنزيدو فاني واحد الشاشي ديال الفاني وجوج معالق ديال الكونفيتير جاريه زائد عسل نصف حامضه زائد ياغورت بنان ونص كاس ديال مايزينا نشا وكنزيدو جوج معالق كبار ديال بودرة اللوز. حنا كنزيدو هاد العناصر حنا كنستمرو في التحراك. كنديرو 250 غرام ديال الفورص وجوج خمارات ونخلطو الكل بالفوي، يعني كنحاولو باش ما كنخلطو بالفوي وكنديرو الخليط ديالنا في البوش وكنعمرو به هذوك الكوختات ديال لي كيك. كندخلوهم الفرن يعني سخون من قبل، مباشره كنخرجوهم كنسقيوهم بالسيرو. بالنسبه للسيرو كاس ديال سنيده، كاس ديال الماء، جوج معالق كبار ديال الكونفيتير كديرو كنلوحو معاهم طريفة الليمون فوق النار حتى كيغلى وكنحصلو على السيرو مباشرة. كنخرجو الكيك ديالنا كنسقيوها بالسيرو. بالنسبة للكيك الفواكه الجافة تفضلي. في اناء كنطربو ربعة البيضات مع 100 غرام سميدة وحنا كنطربو يعني حتى كيطلع لينا مزيان وكنزيدو كنبداو نزيدو في الزيت بشوية بشوية مع التراب وكنزيدو كاس الزبدة دوبة ثلاثة معالق ديال الكراميل سائل زائد جوج كيسان ديال الحليب مع التراب وستين غرام ديال بودرة الكاكاو. كنزيدو 150 غرام ديال الفواكه الجافة اللي فيها الكركاع الزبيب المشماش اللوز، كنقطعوهم صغار وكنزيدوهم على الخليط. ثم كنديرو الدقيق على حسب الخليط وجوج الخمارات، كنخلطو الكل بالفوي وكنعمرو البوش ديالنا وكنديروهم في ليمون ديال ليكيك، يعني دوك الكويختات ديال ليكيك ديال مادلي وكنلوحهم الفوق مزيان. قبل ما ندخلوهم الفران كنديرو ناخدو شويه ديال المشماش وشويه ديال الزبيب وحبيبات الشكلاط كنلوحهم الفوق منها وكندخلوهم الفرن من قبل
وملي كيطيبو كنزينو بالناطاج ولا الكونفيتور. الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك، غادي نكتفيو بهذه القدرة سناء. كنتمنى يكون المستمعات استفدوا مني بزاف، وعندي واحد التحية كبيرة مرحبا الوالدين ديالي اللي كيشجعوني بزاف، والأخ ديالي أمين، وكنبلغ سلامي لعائلة أمبلان وعائلة الشقر، وشكر كبير لكل صديقات ومستمعات ميد راديو اللي هما يعني كيشجعوني وكيتصلوا بيا، ونتمنى إن شاء الله نكون عند حسن الظن ديالهم في هذا الأسبوع إن شاء الله. وشكر كبير لك اخت سناء، وتحيه لك بزاف. بارك الله فيك، شكرا لك بزاف سعيده امضلان، اختصاصيه في طبخ الحلويات. شكرا لك بزاف سناء امضلان، كنشكرك. مشكوره، وتحيه للوالدين ديالك ولكل الاسره ديالك، نتمنى ان تكون على خير.